من داخل دار اوبرا دمنهور بنرحب بالفنانة إيمان عبد الغني، نقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وهابي نيو يير. لو سمحت يا فندم، كنا عايزين نعرف من حضرتك آمالك للسنة الجاية طموحاتك. طبعا آمالي الشخصية طبعا مش مهمة، المهم آمالنا كلنا طبعا كمصريين البلد حالها يزيد بقى، وحتى الأمان والاستقرار، وحتى على الأقل يعني الجمهور اللي متعودين عليه كمان بالنسبة للأوبرا مفيش قلق، يعني في حفلات كتير بتتلغي وقنوات كتير بتخاف تيجي بسبب القلق والمغامرات والتوتر، فنتمنى إن الحياة ترجع زي الأول وأحسن إن شاء الله. وظلم الحب اللي كل أصحاب